مهم جدا ان يكون الطالب قريب جدا من مدرسه. اي مدرس في الدنيا بيحب الطالب المركز المجتهد اللي بيحاول. على فكره مش لازم يبقى عبقري، بس كفايه انه بيحاول، ده هيخليني احترمه واقربه مني. كده كده العلاقات جايه، بس علاقتك بالمدرس بتقوى لما بيشوف حضرتك مهتم وبتذاكر وبتسال كتير في الحصه. اما علاقتك مع زمايلك هي معتمده على اخلاقك، كل ما تكون اخلاقك عاليه وكل ما يكون اسلوبك راقي ومتميز هتلاقي كل الناس اصلا بتحاول تقرب منك بقدر المستطاع.